السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه باغادي ديوغو. كنتمنى ان الجميع يكون بصحه جيده، وايضا تمنياتي بشفاء العاجل لجميع المرضى، والله يصبر عائلاتهم ان شاء الله. غمه وستزول، هادشي كله غادي يبقى باذن الله غير تعويض، والحمد لله نسبه الشفاء في بلادنا غاديه وكترتفع، فنتمنى خير ان شاء الله. هاد الأيام ضروري نلتزموا بالحجر الصحي، لأن هاد الأيام هي الحاسمة باش غادي نعرفوا مصير هاد الفيروس في بلادنا، اللي إن شاء الله غادي نقضيو عليه إلا التزمنا. نمشي ونشوفوا الوصفة ديال اليوم. غادي نحضروا هاد المملحات بالسبانخ والجبن بدون لحوم، كيجيو لذاذ، وأيضا بعجين مورق اللي كيتباع جاهز، فسهلين جدا في التحضير، والشكل ديالهم كيجيو كيما كتشوفوا، كيجيو زوينين. فنمشيو على بركة الله نشوفوا مقادير الحشوة. أنا خديت هنايا بصلة صغيرة، قطعتها قطع صغيرة، وضفت عليها شوية ديال الزيت، غادي نحطها فوق النار كنخليها تشحر حتى كدبال. غنضيف شوية ديال الزيت لأن بالي الزيت ناقص، مازال غنضيف السبانخ، وهنا كنضيفوا كميه ديال السبانخ حسب الرغبه. هاد السبانخ كانوا في المجمد، ممكن الى عندكم طريين تستعملوهم. فكنقصوا النار في هاد المرحله، النار تكون مهيله، وكنحلوهم بالمعلقه كما كتشوفوا. غنغطي على المقله وغنخليهم حتى كينزلوا، دائما النار تكون مهيله. بعد ما كيدبالوا كيما كتشوفوا، غادي نضيف لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار فقط، هادو هما التوابل اللي غندير. ونضيفوا ايضا الى بغينا فص ديال الثومه محكوك، انا ما درتوش، وكنخليهم يتشحروا حتى كينشفوا مزيان من الماء. ضروري الحشوة تكون ناشفة من الماء باش ما كتخسرش لينا العجين. من بعد غادي نضيفو تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال لا كريم فريش او القشدة الطرية، انا ما بقاتش عندي، فضفت جوج معالق كبار ديال الياغورت بدون سكر، فهو واخا لا كريم فريش كتجي احسن، ولكن ماشي مشكل، غنقضيو باللي موجود. فكيعطيها هاد الياغورت او لا كريم واحد الشكل كريمي اللي زوين. وضروري نشفوا الحشوه من الماء. صافي، عاد كنطفيو عليها النار وكنخليوها تبرد. من بعد كناخذوا العجين المورق، انا عندي هنايا 500 غرام، كيتباع في لي سوبر مارشي. غادي نطلقوه بالمدلك، نرشوا شويه ديال الدقيق فوق من الورق او سطح العمل. هو من الاحسن ديروا ورق ديال الطبخ باش تحكموا فيه مزيان. انا نسيت ما رشيتش في الاسفل ديال العجين، غادي نعاود نرش، ماشي مشكل. كنرشوا ايضا من الفوق شويه ديال الدقيق، فهنا تداركت الموقف، وكنطلقوه كما كتشوفوا، نعطيه واحد شويه ديال العرض ايضا، وغنطلقوه على شكل مستطيل. نحاولوا ان العجين يكون شويه رقيق، وكنبقاو كل ما احتاجينا الدقيق كنرشو غير واحد شويه فقط. غنطلقوها على شكل مستطيل، وغادي نقطعوها لمربعات. نحاولوا ان العجين يكون عنده نفس السمك، وغادي نقطعوا هاد الجناب غير باش نقادو ما امكن الشكل بلا ما نضيعوا العجين.
صافي، وغادي نقسموها على جوج بالطول، نحاولوا نديروا مسطره الا بغينا ان العبار يجينا مدقق، او لا ديروا بحالي كناخذوا ورقه وكنتراسيو بها. من بعد غادي نقطعوا المربعات، فانا بعد ما عبرت الطول ديال كل مستطيل فهنا ما غاديش يجيوني مربعات، غادي يجيوني مستطيلات صغار، ماشي مشكل، هو من الاحسن انهم يكونوا مربعات باش يجيكم ساهل ملي تبغيو تشكلوهم. فهنا انا عطاوني مستطيلات عندهم في الطول 10 سنتيم وفي العرض 12 سنتيم. كما كتشوفوا من بعد غادي ناخذوا جبن ابيض، اي نوع ديال الجبن بغيتو، ممكن ديروا حتى الجبن مربعات او مثلثات، تخدموه بالفرشيط وكدهنوا الوسط ديال هاد القطع. كما كتشوفوا كميه ماشي كثيره، هو كل ما كانت الحشوه قليله كل ما كيجينا الشكل مقاد، وايضا ما كيتحلوش لينا ملي كيدخلوا للفران، ولكن انا كيعجبني ان الحشوه تكون كثيره، فهذا هو المشكل اللي عندي. فباش كيجيو لذيذ ضروري تكون فيهم الحشوه، واخا يتحلوا انا صراحه ما كيبانش ليا مشكل انهم يتحلوا، غير ما تكونش شي حشوه اللي غتخرج لينا على برا. صافي دهنتهم كلهم غير من الوسط. من بعد كناخذوا البيضه اللي عفوا غنضيفوا دابا السبانخ، كنحطوا كميه ديال السبانخ في الوسط، كنقسموا عليهم هذيك الكميه اللي حضرنا، ثم كناخذوا هذا الجبن شرائح او جبن محكوك كنقطعوه كما كتشوفوا وكنحطوا فوق السبانخ مربعات على قد هذيك الحشوه. ممكن ديروا جبن محكوك او موتزاريلا اللي موجود عندكم، وممكن تستغناو هنايا على الجبن. صافي، وكناخذوا البيضه اللي غندهنوا بها، غندهنوا بالصفر ديالها الوجه ديال العجين، فالابيض كندهنوا به هاد الجناب باش كنلصقوهم. باش كنحاولوا انهم ما يتحلوش لينا بزاف فاش كنكونوا نطيبوا فيهم. ثم كناخذوا هاد الزوايا، كل زاويه متقابله مع واحده اخرى، كنديروا واحده فوق واحده بهاد الشكل غير الرؤوس، وكنضغطوا. فهنا حيت الشكل مستطيل ما كيجيوش في الطيام قادين، يعني الا كان شكل مربع كيكون احسن. وايضا حتى في التقطيع راه ما خديتش العبار بمسطره، فغير عيني ميزاني بهذيك الورقه باش قطعت. صافي كنحاولوا نسدو على الحشوه لان الحشوه عندي كثيره، الا كانت الحشوه قليله وجاكم الشكل يعني ما كتبانش الحشوه يعني ما محلولينش، فلا داعي انكم تسدوهم. كنحطو في اللاطه، انا درت فيها ورق الطبخ، وممكن الا بغيتو تشدو الوسط ديال هاد المورقات ديروا ان كوردون اولا عود ديال الاسنان تكوه في الوسط باش كيشد هادوك الزوايا. صافي وغنستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوهم كلهم. وكنضغطوا في الوسط مزيان ونحطوا في اللاطه. من بعد كناخذوا اصفر بيضه كنطربوه مع قطرات ديال الحليب وكندهنوه به هاد المورقات، ثم كنرشوهم بشويه ديال الزنجلان او البافو او لي غرين دو شيا، او ممكن تدخلهم للفران غير هكاك. ضروري الفران يكون سخون في الاول، يكون سخون مزيان. كندخلهم على درجه حراره عاليه 200 درجه لمده 5 ديال الدقائق،
من بعد كنقصوا عليهم النار كنخليوها 180 حتى كيطيبوا ويتحمروا ونخرجوهم كياخذوا ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه. انا في الفران كانت ناقصه النار في الاول ما رديتش ليها البال، ولكن ماشي مشكل، جاوا زوينين كما كتشوفوا الشكل ديالهم رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بالصحه والراحه. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.